بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أود أن أشكر جميع الرماة من مختلف مناطق المغرب لحضور هذا العرس الذي هو بمناسبة كأس العرش للصاحب الجلالة نصره الله، والذي قام النادي حب الملوك للرماة الرياضيين صفرو بتنظيم هذا الحفل. ونشكر أيضا جميع السلطات المحلية بما فيهم السلطة، بما فيهم الدرك الملكي، بما فيهم رجال المطافي والقوة المساعدة. والحمد لله داز هذا العرس في أمان الله وحفظه، والناس مشاو فرحانين من جميع المختلف المغرب، وكل واحد اللي جا في النصيب ديالو شي حاجة داها، ومشاو الناس فرحانين وعقوا إن شاء الله في المستقبل عاود نديرو أكثر في هاد الحفل هذا، لأن كأس العرش عندنا عزيز وعزيز على المغاربة كاملين. الزغاري عمري عادل، مشارك من مدينة صفرو، كنمثل نادي أتي صفرو لرماة الرياضيين. شاركت في هاد لا كوب دو ترون، كانت مش أول مشاركة على المستوى الوطني، والحمد لله توفقت انني نحرز على المرتبه الاولى في التروازيام كاتيجوري. وكانت الاجواء متميزه، والحمد لله استطاع النادي باش يحصل على ميداليات وكؤوس، وكنتمنى يكونوا مشاركين كثار في المستقبل اللي يمثلوا هذا النادي. هذا كانوا من جميع انحاء المغرب، يعني كان من مراكش، كان من طنجه، كان من بنقرير، كان من سلا، كان من الدار البيضاء، قنيطره، يعني كان المغرب كامل كان ممثل في هذه المشاركه. هاد الرياضه يعني رياضه شريفه، وكنصحهم باش يحاولوا يتعاطوا لهذه الرياضه هذه، لأن كتعلم شويه ديال الصبر، وكتعلم شويه ديال الاتقان في اي حاجه. الحمد لله كان داكشي منظم مزيان، وكانت اجواء يعني احتفاليه، وكانت بحال اجواء عائليه، يعني ماشي. كنشكروا الجامعه الملكيه اللي حنا كنتميو ليها، وكنشكروا السلطات المحليه، وكنشكروا يعني الاعضاء ديال النادي كاملين، واي واحد كيشارك كيساعد من قريب ولا من بعيد باش هاد الرياضه تزيد القدام. حاج علي يونس، من رامي من رماة المغرب، انتمي الى نادي حب الملوك بصفرو. هاد النادي قام بتنظيم ديال التظاهره ديال كاس العرش اللي كتكتسب واحد الصبغه وطنيه في دورتها الخامسه، وكان الحضور من جميع انحاء المغرب، حيث المرتبة الأولى عادت للسيد كوكبي جلال من مدينة الرباط، المرتبة الثانية عادت للسيد عبد المنعم بوعين من مدينة إفران، والمرتبة الثالثة عادت لعبد ربيه من مدينة فاس، وأنتمي إلى نادي صفرو. التظاهرة عرفت واحد النجاح كبير، حيث كان عدد المشاركين مرتفع، وبالنسبة للجو، بالنسبة للمناخ، يعني كان كل شيء في الظروف ملائمة، إلا أنه كان شوية ديال الحرارة هي اللي شوية أثرت على بعض الرماة. والحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.